قال لك والله اصل الحوار الوطني الناس مدعوه، اللي مدعوه دي اللي بتتكلم بصوت عالي والى اخره، مدعوه انها تقول افكار اقتصاديه تساعد في حل هذه الازمه. الحوار الوطني لو عندهم افكار بس الحوار الوطني ده ولد بخطا بين الداعي والمدعو وبعض المدعوين، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ الداعي رحب السطر، حضرتك هي مشاكلنا كلها تعالى اتفضل. المدعو كل يغني على ليلاه. أيوة. كل يريد ان يحل قضيته، وانا هقولها تاني اهو، الاصوات العاليه التي تتحدث في المعادله السياسيه في الاقتصاد ما ينفعوش تلامذه في مدرسه مصطفى مدبولي، خلينا صراحه، انا عارف الراجل ده اتعلم ازاي وخبرته ايه. الاصوات اللي صوتها عالي في المعارضه السياسيه لا تصلح ان هم يكونوا تلامذه في فصل الدكتور مصطفى مدبولي، خلينا صراحه، ده ابننا ودول ولادنا. زي مين؟ تاخد زي ناس كتيره، تاخد بالك ازاي؟ لكن هو مش عندك اسمين ثلاثه، هو مش عايز ياخدك، هو مش عايز ياخدك لقصه ان نحل المشاكل الاقتصاديه المصريه خالص. آه. ولا هيحصل، هو عايز ياخدك لقصه احل مشاكل انا كفئه، اطلع مش عارف مين، اعمل ايه؟ طب انت ما عملتليش كده؟ فشل الحوار. في دقيقتين هو هيعمل كده وهفكرك. واخد بالك؟ ليه؟ لانه الداعي، طب يا جماعه مشاكلنا كلنا نحطها على ترابيزه واحده وتعالوا نحلها. لا 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 لا. اذا يبقى انت وربك فقاتلا. انا كل اللي انا عايزه ايه؟ حل لي مشاكلي الاول، ما عجبتنيش هطلع اقول انتوا احنا فشلنا. عارف ليه بقى؟ لانه كان في خطأ كبير في تكبير اشخاص لا تستحق.